نبتدي مع بعض حديثنا بالإشادة، الإشادة بمنتخبنا المصري للناشئين لكرة اليد تحت 19 سنة. الحقيقة إنه بيقدموا الأداء المميز اللي كل شوية بنبقى عايزين نتكلم عليه، ولسه بيواصلوا الإنجازات وبيشاركوا في بطولة مهمة وبطولة يعني مش سهلة. النجوم اللي معاهم والمنتخبات اللي معاهم منتخبات قوية. طبعا البطولة مقامة في كرواتيا وهي بطولة العالم، وصل المنتخب المصري للدور الرئيسي في البطولة بعد ما حقق الفوز الثالث ليه امام منتخب ايسلندا بنتيجة 33 مقابل 30. يمكن دي اقل نتيجة، وده لصعوبة المباراة والشد والجذب اللي شفناه على مدار المباراة، وده بيأكد على انه رجالتنا معدنهم ان هم متمسكين بالفوز للدقائق الاخيرة. مشوار منتخب مصر في الدور الأول، المباراة الأولى كانت ما بين مصر واليابان انتهت بنتيجة 40 مقابل 32. المباراة الثانية كانت ما بين مصر والتشيك انتهت بنتيجة 28 مقابل 22. والمباراة الثالثة هي مباراة مصر وأيسلندا واللي انتهت بنتيجة 33 مقابل 30. أما عن مجموعة مصر في الدور الرئيسي، ضمت كل من إسبانيا متصدر المجموعة الرابعة، البرازيل وصيف المجموعة الرابعة، والتشيك وصيف المجموعة الثالثة، بجانب مصر متصدر المجموعة الثالثة. الحقيقة إن كل المنتخبات قوية جدا جدا جدا، مباريات لا تقل أهمية عن أي مباراة فاتت أو أي مباراة جاية. هنبتدي إن شاء الله يعني بمباراة قوية جدا، وإن شاء الله تقام مباراة مصر الأولى في الدور الرئيسي، هتكون أمام منتخب البرازيل بكرة يوم الاثنين في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة الثانية هيواجه المنتخب أيضا منتخب إسبانيا، ده هيكون يوم الثلاث في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة. اللعيبة اللي بكلم حضراتكم عليهم دول متحملين مسؤولية، لعيبة عارفين ان هم مستقبل منتخبنا المصري لكرة اليد المنتخب الأول. ودايما مصر بنشوفها متفوقة في اللعبة دي، بنقول عليها وبنلقبها اللعبة الشعبية الثانية في مصر في كل المراحل السنية. وبتقدم أجيال بنشوف جيل بيسلم جيل، وبنفخر بيوم عن يوم بالأجيال اللي بكلم حضراتكم عليها. إنجازات كبيرة جدا في بطولات دايما بيشاركوا فيها، وحابة أن أنا استعرض معاكم قايمة منتخب مصر، لأني عايزكم تبتدوا تحفظوا الأسماء دي، لأن احنا هنشوف عنصر واثنين وثلاثة ابتدوا أن هم يدخلوا ويحجزوا مكانهم أساسي مع منتخبنا المصري. وقبل ما هقول لكم ليه، أفكركم بالعناصر والنماذج اللي حجزت اسمها أساسي مع منتخبك المصري لكرة اليد. أفكركم بقداح نجم نادي الزمالك ومنتخبنا المصري بعد ما حقق إنجاز كبير جدا مع منتخب الناشئين أو منتخب الشباب زي ما بنقول. طيب تعالوا نروح نفكركم بحميد نجم النادي الأهلي حارس المرمى، من النجوم اللي بقى خلاص دلوقتي لا غنى عنه في منتخبنا الأول لكرة اليد. فكركم بدودو من اللعيبة المتألقين جدا. الثلاث أسماء دول بتكلم على أفضل وأفضل وأفضل، أفضل حارس مرمى، بتكلم على أفضل باك مع نادي الزمالك، بتكلم كل واحد فيهم كنجم قدر ان هو يخرج من البطولة او يخرج من بطولة من بطولات اللي بتضم النجوم المصريين عموما في كل الفئات. يعني انا دايما ما ببقاش عايزه استثني، على فكره انا بكلمكم دلوقتي مش هكلمكم على منتخب الشباب، هكلمكم على منتخب الناشئين، بس كل واحد فيهم وكل نجم فيهم بمختلف الاعمار، هنا بتكلم تحت 19 سنه، ولكن اللي كنت بتكلم عليهم هم منتخب الشباب، واللي بتكلم عليهم بعد كده اللي بتصب كل اللعيبة دي فيهم هو المنتخب الأول. علشان كده لازم تكون عارف لعيبتك بكل الفئات العمرية، ولازم تكون بتفخر، ولازم تكون حافظهم، علشان هم دول اللي دايما بيقولوا النواة للجيل الأول أو للمنتخب الأول لكرة اليد. هبتدي معاكم بحراس المرمى. الحقيقة إنه التلاتة أفضل من بعض، ولكن يوسف ويوسف مكسرين الدنيا في البطولة، يوسف ناجي ويوسف وليد ومعاهم عمر الخطيب. يوسف ناجي ويوسف وليد أنا عايزة أقول لكم انتظروهم بقوة في منتخبنا الأول، وانتظروهم بقوة في أندية يعني ما بنتكلمش في العادي، يعني بنتكلم في بقى إيه
أندية القمة إن النجوم دي هتشوفوهم بعد كده بيحجزوا أماكنهم أساسي في أنديتهم، واللي مش بيشارك مع نادي زي الأهلي أو الزمالك هتلاقوهم بعد كده بتتهافت عليهم العقود وتتوهم بعد كده تشوفوهم من هنا لهنا لهنا، وده الطبيعي للعيبة اللي بتتألق. خد عندك بقى اللعيبة دي: فراس مروان، محمد وائل، زياد حشاد، محمد عماد أوكا، أحمد محمد خوجة، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد، بلال إبراهيم، عمر أحمد حمدي، عمر عدلان، محمد عبد الغني، أحمد تغيان، معاذ إبراهيم، محمد صلاح السيد،